لو الحكاية فيها إن فيتو بسم الله الرحمن الرحيم فتحت الجلسة. هي مش متعود أقول الكلام لكنها آية من كتاب الله العزيز تلحى علي ضميري في القبور. بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله من كل شيء قدرا. بعد الاطلاع والمداولة قررت المحكمة أولا سرعة إلقاء القبض على المتهمين حسن محمود حسن الفقي وشهرته حسن بيجي، رامي مصطفى علي حسن الملكي وشهرته رامي الملكي، محمد هاني محمد صبحي أحمد فخري وشهرته الأكو، محمد السعيد مبارك وشهرته مولو، أحمد محمد علي رجب، عادل حسني متولي حاح وشهرته عادل حاح، محمود علي عبد الرحمن صالح وحبسهم على ذمة القضية نفاذا لقرارنا السابق الصادر بجلسة 19/1/2015. ثانيا حظر النشر عن هذه القضية في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة حتى صدور الحكم، وعن النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف هذا القرار. ثالثا وعملا بنص المادتين 381 و388 من قانون الإجراءات الجنائية وبإجماع آراء الأعضاء إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لأخذ الرأي الشرعي بالنسبة للمتهمين الآتية أسماؤهم.